الابديت كان يتضمن انه العيد الغياب او العيد اللي يقدم الاجانب يسوون على البيض والسوالف. فبس ما تشوفون هاي الايتمز الاربعة نزلت تقدر تشتريهم من ستيم، اللي هي الاولى عندك سلايد ديش، والثانية عندك اللايت هاوس، والثالثة الدوم، والرابعة الايرك. فشوفوا هذا كزينة. حتى نجي الابديت الرئيسي اللي شو نصلي بيه هو البيض. هذا البيض تقدر تلقطه جاء بالي وقت منه عجلان تقدر تشتغل بالجيان. طبعا تضغط على واحدة فترة يوم تقدر تاخذها تاخذ يعني اول ما تنرسل اول ما تقدر تلقطه فيه تلقطه بهاي السرعة. لازم يكون عندك من هاي السلة هاي الايج باسكت بدي كانت شفرات راح تجي تكبر بسرعه وتحصل هذا كله. بس بدي نجي نشرح الايج شنو يطلع بيه. اول شيء تجمع من هذا البيض، كل عشرة تعطيك بيضه بالنهايه، كل عشر بيضات جوزيه تعطيك واحده فضيه. طبعا سيدي جوزي هذا نفتحهن هيجي دقيقه، زي ما يفتحهن هيجي الا 10 10 يعني الا من الجوزيات. اذا نفتح الجوزيات راح يعطيك سله، عندك كومباوند فو ستون، هذا الذرات مال الارنب. هاي الذرات مال الارنب تروح تخليك تشوف البيض اكثر، يعني البيض اللي رسم يمك يكون اكثر بلس واحد. بس بعد والله مساتيل مثل شوية ساتل وهاي السوالف، هذا اللي تقدر تطلع البيضة العادية. دقيقة نجي للبيضة السيلفر تشنتو سيلستون بعد اكثر بام دبل بارل جيك نمر ستون ملابس. هنا الملابس هم تخليك تشوف بعد واحد بلس واحد، يعني كل ما ترسي رسمت اكثر يمك بيض. يعني مثل ما شوف بس انا لابسهن ما حيرسمن اكثر عدي لي انا لابسهن. والله بعد شوف هذا تشيلسو بامب تشيلسو البامب والدبل بارل والجيك هامر وستون. حلو، هسه نجي للبيض الرئيسي اللي هو البيض الجولد اللي راح يكون هو يسوي كل هاي الاشياء. اكثر شيء تفضل تسمع عليه اللي يعني طلع اب تو 49. ما نجي هاي ذبحة هاي ذبحة طلع 39 هاي ذبحة الاولى جرنيت لانشر بعد جرنيت 39 جرنيت ابي 5 بعد اب تو 49. تشوفون هاي البيضة الجولد عبارة عن بس شغلات ثقيلة. يلا اقرا السؤال عبارة عن اسلحة عبارة عن اوكي رقصات سريعة ونهار يدخل هون يخلصات بعد اي اقتصاد سريعة ونارية جيد او ماي جاد هذا افكت ها فهذا كان تحديث مليان خفيف وخفيف واتمنى ان اعجبكم.
قبل لا أبدأ الفيديو أحب أقولكم فعل اللي بيساهم في حملة 10,000 مشترك، واللي بيضغط على لايك ويشارك القناة، واللي بيحضر بالفيسبوك شكرا لكم. بس السؤال يومي إذا أردتكم الظهر بالفيسبوك أكثر من 4 ساعات والوقت بالليل، بس عادة الفيسبوك نورونا بالبيت. أشكركم ومشاهدة ثانية في موضوع.